أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من كيبورد. رمضان كريم بإذن الله، وأتمنى أن يكون كريما ويحمل لنا السلام والأمان واليمن والبركات. وسنشاهد في هذه الحلقة: تعز وجع المدينة الذي لا يتوقف ولا يراد له أن يتوقف، وأيضا هاشتاج الأمم المتحدة تقتل تعز، وأيضا سواعد شبابية تمتد بالخير في شهر الخير. وفي ألت شيفت سيكون معنا الوقت في رمضان بين النوم والتلفاز. أما في ديليت، ممارسات خاطئة في ميناء الحديدة. وأخيرا في تاتش، هل سئمت مشكلة الزحام وتأخرك الدائم بسبب ذلك؟ الصين تعمل على الحل. كل هذا والمزيد في حلقة اليوم، فخليكم معنا. حتى رمضان الشهر الفضيل لم يشفع لتعز. تعز المدينة التي ترزح تحت نيران القذائف للسنة الثانية على التوالي. ذهب رمضان وعاد، والأطفال والنساء يموتون قصفا وجوعا وبشتى الطرق، يصومون ويفطرون على صوت القذائف عوضا عن المدافع. تعز وجع المدينة الذي لا ينتهي ولا يراد له أن ينتهي. لا مكان آمن ولا ملجأ من الموت الذي تحمله إليهم القذائف صباح مساء. اعتدى سكان المدينة على الصراخ دون أن يسمع أحدا أصواتهم أو يلتفت نحو معاناتهم. في هذا الشهر الفضيل تصفدت شياطين الجن، فيما شياطين الإنس ما زالت تقتل أهل تعز دون أي رحمة. مجزرة الباب الكبير هو ما استقبل به أهالي تعز رمضان، وكل يوم يمر على المدينة يسقط فيه شهيد وجريح. رغم ذلك تستمر المدينة وتقاوم كالعادة. لا يملك الناس سوى الصراخ عبر الكلمات لعل العالم يسمع ويلتفت. وهذه المرة وجهوا صرختهم نحو الأمم المتحدة، متهمينها بالمشاركة في قتل تعز عبر هاشتاج الأمم المتحدة تقتل تعز. كما تشاهدون هنا في هذا الهاشتاج تفاعل الكثير من الناشطين والناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجد الهاشتاج كما قلت لكم تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل كما تشاهدون هنا، واخترنا لكم إحدى هذه المنشورات للكاتب خالد الرويشان الذي كتب عن الموضوع بالكثير من الأسى كالعادة. نشوف منشور الأستاذ خالد. الأستاذ خالد كتب: سيبقى الباب الكبير كبيرا أيها الصغار، تضربون الباب الكبير في قلب تعز بالصواريخ، عشرات الضحايا في سوق شعبي وقبيل رمضان، تضربون الفرزة أمام فندق ديلوكس، فرزة ركاب، لم تعودوا مجرد حمقى، أصبحتم مجانين خالصين، فرزة ركاب، تضربون شارع جمال وسط المدينة وتتحدثون عن القرآن الناطق، الله كبير أيها الصغار، القتال في الجبهات وليس في المدن، تعز مدينة مكتظة بالسكان، بالصواريخ مرة واحدة وفي قلب المدينة، وستصومون؟ هل ستصومون بالفعل وتقتلون الأبرياء وبالصواريخ؟ تقتلون وتصومون؟ هذه ليست معركة بدر، تذكروا هذه تعز اليمانية الكبرى. لا معنى لبقائكم في تعز إلا الإغال في الجرح. هل ثمة سياسة أو كياسة؟ أعرف لا سياسة ولا كياسة يا أكياس الكراهية. هاشتاج آخر أطلق هذا الأسبوع تفاعلا مع ما يحدث في تعز، وهو هاشتاج قضية تعز. كما تشاهدون هنا هو أيضا لتسليط الضوء على ما يحدث في تعز من جرائم مستمرة منذ أكثر من سنة، هو لتسليط الضوء على حجم الكارثة التي تشهدها تعز على مرأة ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكن، وبطريقة غريبة غير مسبوقة لا أحد يعرف لها سبب أو حتى تفسير. ومن ضمن ما نشر أيضا هذا الأسبوع فيديو كليب عن ذات الموضوع حمل اسم وجع المدينة، نتابع. Oh.
لها وجع وأشجان دفينة في كل أغنية لها وتر وأنغام حزينة. يا أيها الموجوع حدثني عن الصمت البليد، عن راجمات الموت والوجع المرتل عن فريد، عن أمنيات الشوق تذبح يوم عيد، عن هدهدات الدم. بين كومة الوجع وركام الأسى واليأس، إلا أن بصيص الأمل لم ينطفئ، وما زالت هناك بعض الأيادي البيضاء التي تمتد وسط كل هذا الظلام لتطبب بعضا من أوجاع الناس من داخل. أول مع دخول أول يوم من رمضان، الكثير من الشباب والمبادرات قاموا بمجموعة من الأنشطة الخيرية. كما قلنا لكم في الحلقة السابقة، سنحاول في كيبورد متابعة وتغطية هذه المبادرات والأنشطة، سواء فردية أو تبع مؤسسات أو جمعيات، كجزء من الدعم والمساندة والعرفان بالجميل. جميل هؤلاء الشباب من يعملون بصمت. ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة كن إيجابيا لمجموعة من الشباب في صنعاء، قاموا بتوزيع سلال غذائية على 16 أسرة محتاجة. الناشطة والكاتبة صفاء الهبل رئيسة المبادرة قامت بمشاركة بعض الصور عبر صفحتها وكتبت، نشوف ماذا كتبت صفاء. صفا قامت بمشاركة بعض الصور لما قاموا به من أنشطة وكتبت عليها: لا نهتم بالحملات الموسمية، لكن قرر فريق كن إيجابيا مع طاقم مركز وروضة الحنان للتدريب والتأهيل إسعاد 16 أسرة متعففة حتى الآن، اختيرت بعناية. يتوقع البسطاء الكثير من الحسرة والألم في رمضان حين يشاهدون تدفق الناس في الشوارع لشراء أغراضهم الرمضانية. خصصنا سلتنا بالأولويات المهمة للاحتياجات الأسرة، فالبسطاء لا يحتاجون للمكرونة والكراميل والجيلي. البسطاء يهمهم أن ينام أولادهم ببطون ممتلئة، يهمهم أن تحسنوا إليهم وتقدموا هداياكم لهم بهدوء شديد دون ضجيج. لا تؤلموهم بعدساتكم، لا تفتعلوا ضجيجا يجلب عيون الحسرة في منازل أخرى جدرانها ساكنة لا يعلم أحد ما وراءها من فاقة وألم. أتمنى أن الجميع يعمل بهذا الصمت، وكما قالت صفاء دون ضجيج. عمل مشابه آخر قام به مجموعة من الشباب مع مبادرة بصمة وجود، قاموا بتوزيع 100 سلة غذائية. الناشط محمد إبراهيم قام بمشاركة بعض الصور وكتب عليها: الحمد لله، بفضل الله تم الانتهاء اليوم من توزيع 100 سلة غذائية لأسر عزيزة ومتعففة وفقيرة في الكثير من أحياء صنعاء، وهنالك الكثير من القصص عنهم. ثم شكر نادي عبد الله وفريق بصمة وجود لمساهمتهم في جمع هؤلاء هذه المساعدات، وهذه هي صور المساعدات التي قاموا بتوزيعها على مجموعة من الأسر في صنعاء. منشور وعمل آخر للناشطة فراشة البيلي كتبت فيه: فراشة كتبت: عندما تجد المتعففين وتحاول أن تساعدهم وترسم ابتسامة على وجوههم فتلك نعمة ما بعدها نعمة، وأن تسمعه يعزمك ويقول لك تفضلوا عندنا حتى وإن لم يكن يملك الضيافة فهذا كرم. عندما يختارك الله أن تكون سبب في توصيل رزق من الله إلى ناس معينة، يقدر الله أن تصل إليهم، وحتى لو كنت في أقصى مكان فذلك تسخير.
سبحان مسخر أرزاق العباد، وإنما نحن سبب لتسخير والرزق بيد الله سبحان المدبر. وهذه بعض الصور التي قامت بمشاركتها فراشة للأنشطة التي قامت بها مع مجموعة من الشباب. الجميل في الموضوع أنهم لا يقومون بتصوير من يقومون بإعطائهم هذه المساعدات ولا حتى يضعون أسماءهم، لكم كل الشكر لهذه الأعمال. الأعمال مثل هذه هي من تنتشي لنا من حافة اليأس وتعيد لنا بصيص أمل، وإن بكرة سيكون أفضل بإذن الله. والآن نختتم فقرة أبديت بأغنية رمضانية للمبدع صالح البكري، نتابع. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. يا رمضان 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 يا حبيب، يا ليتك دوما قريب. نروح فاصل قصير ونعود لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد ونكمل وإياكم فقرات البرنامج، وإلى فقرة Alt Shift. الوقت في رمضان، رمضان شهر الأعمال والصالحات، ولكن للأسف الكثير منا يهدر هذا الشهر الكريم بين النوم نهارا والتلفاز ليلا. برأيك كيف يمكن أن يستغل الشباب أوقاتهم في رمضان، وما هي النشاطات المفيدة والخير التي يمكن أن يمارسونها بأوقات فراغهم عوضا من النوم والتلفاز؟ كان هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نستعرض الآن أبرز تعليقاتكم وتفاعلكم مع الموضوع، ونبدأ بتعليق محمد عبد الزمر كتب فيه: كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا محمد. بكل تأكيد نوم إلى الظهر، ثم أذهب إلى الصلاة في المسجد، ثم إلى السوق لشراء احتياجات البيت، وبعد العصر قراءة القرآن، ثم الفطور، وبعد ذلك نتوجه لصلاة التراويح. إذن هي العادات التقليدية يقوم بها محمد. تعليق آخر لعلي حسن شراعي كتب فيه: كل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير، رمضان شهر القرآن، ولكن للأسف أصبح رمضان عند بعض الناس المسلسلات والأفلام بدل من القرآن ومجالس العلم والاستغفار. أبو أنس السلماني كتب: رمضان محطة للتزود بالوقود الإيماني وشحن القلوب برصيد التقوى، ويجب علينا أن نستثمره بقراءة القرآن والذكر والمحافظة على صلاة التراويح والانضمام إلى لجان الحي الخيرية التطوعية لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين وأسر الشهداء والمرابطين في الجبهات، ولا بأس من الترويح على النفس بما هو مفيد من البرامج التلفزيونية ساعة أو ساعة. تعليق آخر لحسام اليماني كتب فيه:
كل لحظة وأنتم بخير وأنت بخير أخي حسام. يمكن للشاب استغلال وقته في رمضان من خلال عمل خطة يتم فيها تحديد وقت لقراءة القرآن وتحديد ساعات للنوم، بالإضافة إلى ساعات العمل والانضباط في أداء الشعائر الدينية، كما أنه بالإمكان الالتحاق بأي دورات تخصصية مفيدة وحضور أمسيات توعوية أيضا والقيام بزيارة عائلية. يضاف إلى ذلك يمكن المشاركة في أي مبادرات شبابية أو أعمال تطوعية. إذن حسام هنا وضع لكم الخطة. شكرا حسام. تعليق آخر لأسامة العبسي كتب: كل عام وأنتم بألف خير وأنت بألف خير. استغلال الوقت في رمضان بقراءة القرآن والانضباط في الصلاة وقيام الليل، حضور مجالس الذكر ومشاهدة بعض البرامج المفيدة. ونختتم بتعليق أيمن العباسي الذي كتب: كل عام وأنتم بألف خير وأنتم بألف خير مشاهدينا. شكرا لكل هذه التهاني. على الشاب أن ينظم وقته ويبني له جدول يبين له أوقات من أعمال وقراءة للقرآن وبناء الأجر واستغلال هذا الشهر الكريم، لأن فيه الخير الكثير والبركة في أعمال الخير. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نختتم هذه الفقرة ونذهب للفقرة التالية. ديليت هذا الأسبوع لممارسات خاطئة تحدث في ميناء الحديدة، نقلها لنا الناشط بسيم الجناني عبر منشور في صفحته، وتناقل الصورة العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي كما تشاهدون هنا. هذه هي الصورة. وبحسب منشور بسيم كتب: لفت نظري كشف حركة الميناء لليوم السبت أن أغلب البواخر الموجودة في الرصيف للتفريغ هي إسمنت وحديد. لا أعرف كيف تفكر إدارة ميناء الحديدة وما السر في تقديم هذه البواخر. هنالك بواخر تحمل سكر وقمح ودقيق موجودة في الغطس، لم يكن الأولى بتقديم هذه البواخر للدخول والتفريغ، خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان ولا بد من توفير تلك السلع في السوق حتى لا يتم استغلال انعدامها لأصحاب النفوس الضعيفة ورفع الأسعار. لا يجي أحد يقول لي بالدور، نحن نعيش في وضع استثنائي وتوفير السلع الضرورية للمستهلك مقدم على كل شيء. الملاحظة هذه نضعها باستفهام للقائم بأعمال إدارة الميناء جمال عايش وإدارته، ونتمنى أن نجد جواب. الكثير كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام كتب بهذه الطريقة يستفسر عما يحدث في ميناء الحديدة ويطالب الجهات المعنية والمختصة هنالك بإيجاد الحلول. ننتقل الآن لفقرتنا الأخيرة وإلى تاتش. كم منا يتأخر يوميا على عمله ومواعيده وتتعرق الحياة بسبب الزحام. الزحام مشكلة العصر والعالم. الصين تعمل على حلها. كيف؟ تابعوا هذا التقرير. هل حدث وقضيت فترة طويلة بالزحام وأنت في طريقك إلى مكان ما؟ وهل كرهت الخروج من المنزل فقط عند تفكيرك بزحام المواصلات؟ شركة صينية فكرت بحل مستقبلي لهذه المشكلة، تقوم حاليا بالعمل عليه. أما الحل فهو حافلة ضخمة ومرتفعة تحل مشكلة أزمة المرور بشكل نهائي، حيث تسير هذه الحافلة فوق الشارع المليء بوسائل المواصلات وتمر السيارات من تحتها. الحافلة قادرة على نقل أكثر من 1200 شخص وتعمل بالطاقة الكهربائية. سينتهي العمل عليها نهاية هذا الصيف، ثم تدخل مرحلة العمل على تجريبها على الأرض.
بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، نتمنى أن نكون قد وفقنا بها، وننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. بالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من منتجة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين كونوا بأمان وسلام، إلى اللقاء.